نؤكد للناس الدانين يفككوا هذه المؤسسة العسكرية، لأن يعني هذه المؤسسة ما في زول بيقدر يفككها. حاولوا من 124 سنة عشان يشتتوها هنا بنفس العبارات ونفس التهم ونفس ما يشاع الآن. هذه المؤسسة حتظل متماسكة وقوية وقادرة أنها تعبر بوحدتها وتعبر بالسودان. صحيح نحن في المؤسسة العسكرية قلنا نحن حنخرج من السجال السياسي، ما معناه أن نحن خلاص حنقعد للآخرين عشان يفعلوا بنا ما يريدوا، أبدا. نحن قادرين، مش أنا ولا محمد عثمان ولا القيادة العالية، آخر جندي في الجيش ده ما في دور بيستطيع أن يفعل فيه ما يريد أن يفعله العزاء السابقين العمل في السودان في قبل مية أكثر من 100 عام. نحن بنقول لهم أن نحن مهما حاولتم أن توقعوا بيننا وبين القوات الأخرى، لا الجيش ولا الدعم السريع، الاثنين نحن نقول لهم ما عندكم بهم غرض الآن، أنتم كسياسيين أذهبوا شكلوا حكومتكم وتعالوا أعملوا هياكلكم والدائرين تحكموا بها البلد بمعزل وبمنع عن التدخل في شأن العسكري.